بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. محاضرة النهاردة مهمة جدا في كورس بي اتش بي ابلكيشن مونسترز بتاعنا، وعايز منك تركيز قوي جدا جدا جدا. احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان احنا عندنا حاجة اسمها اللوكال ديفلوبمنت والانفايرمنت تولز، او عموما الادوات المحلية او اللي هتكون على الجهاز بتاعي اللي محدش هيشوفها غيري، علشان تساعدني ان انا ابني ابلكيشن بي اتش بي محترم، او ان انا اشتغل بيها او اتعلم بيها اللغة. طيب ده عظيم جدا. احنا سبق واتكلمنا وقلنا ان اللغة بتاعتي ما ينفعش متصفح يترجمها على طول، يعني انا لو فتحت ملف وكتبت فيه بي اتش بي، او كتبت فيه على الاقل كود بي اتش بي بالطريقة دي كده مثلا، مش هيطبع لي كلمة محمود، مش هيعرف يترجم الموضوع ده، مش زي ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. طيب فانا محتاج مترجم علشان يترجم لي اللغة ويظهرها لي، وزي ما قلنا على طول في الحلقات اللي فاتت، او قلنا في الكورس بتاعت هاو تو ستارت او كيف ابدا، تمام، وشرحنا الفرق بين الويب سيرفر والفرق بين الاباتشي والانجينكس، وقلنا يعني ايه سيرفر اصلا، ويعني ايه بورتس، ويعني ايه لود بالانسنج، وايه هي الباك اند راوتنج والكاشنج والكلام ده، هتلاقوه في هاو تو ستارت في بلاي ليست تانية كده جانبيه، عشان الكلام ده كله ملهوش علاقه ب اتش بي، ليه علاقه بحاجات تانية. فالمترجم ده بيكون موجود جوه ويب سيرفر او جوه برنامج كده، تمام، بيستقبل ملفات الويب ويترجم لغه البي اتش بي. بس الكلام ده كبير قوي عليا. الكلام ده ولا كبير ولا حاجه، هو كل الحكايه ان انت هتنزل برنامج يشغل لك البي اتش بي. اي لغه على فكره بتحتاج الموضوع ده، واي لغه في الدنيا بتبقى عايزه الموضوع ده يكون معاها كده، ايه، علشان يترجمها ويشغلها على طول. طيب عظيم جدا. يبقى انا دلوقتي هعمل انستول للايه، للويب سيرفر بتاعي. طيب بس خليني اقول لك قبل ما اعمل انستول للويب سيرفر، ان احنا عندنا اتنين ويب سيرفر هنشتغل عليهم، تقدر تشتغل على اي واحد فيهم، تمام، من غير اي لخبطه ومن غير اي حاجه. انا بديك خيارات عديده جدا زي الفي اس كود والبي اتش بي ستورم، المحررات الاكواد اللي احنا اشتغلنا عليها، تمام. عندنا الانجينكس وعندنا الاباتشي، وشرح الفرق ما بينهم، تمام، والفرق ما بينهم مش هيجي معاك قوي، غير لو انت بقى شغال في بروجكت كبير او شغال على بروجكت ما، مش هيفرق معاك وانت بتتعلم. طب ليه قايله لنا دلوقتي؟ علشان بس بدايه كده تبقى عارف ان انا كل الكورسات شغاله باباتشي، وكورس واحد مثلا شغال بانجينكس، فانا خلاص هاخد اباتشي علشان مش عارف فلان شغال بيه. عايز اقول لك ان انت ما تمشيش ورا الكورس بالظبط، الاثنين بيعملوا حاجات مختلفه بس في البروجكتس الكبيره، بس الاثنين بيأدي نفس الغرض ونفس الوظيفه، والانجينكس اسرع ب 999000 مره يعني، تمام. فانا هعمل انستول للاثنين، والاثنين طريقه شغلهم واحد، والاثنين واحد، ومفيش اي مشكله، هنشتغل بيهم على طول. طيب هنبدا واحده واحده، هنعمل انستول للاباتشي، تمام، وبعد كده نعمل انستول للانجينكس. بس خلونا نبدا بالاباتشي. طيب انت دلوقتي شغال على لينكس وانا شغال على ويندوز، ايه المشكله؟ هقول لك مفيش مشكله، انا هعمل انستول للاباتشي على لينكس الاول، وانستول على الويندوز بعد كده. طيب عشان اعمل انستول على لينكس مش محتاج اكتر من ان انا ادوس الت كنترول تي، او افتح التيرمينال بتاعي. غالبا يعني ان انت كده كده الاباتشي هيكون معمول له انستول عندك، فاكتب اباتشي بالطريقه دي كده هتلاقيه مكتوب عندك. فطالما مكتوب كده خلاص وشغال معاك، اعرف ان هو موجود، مش محتاج تعمل له انستول. دوس تاب تاب هتلاقي مكتوب اباتشي 2، كده هو معمول له انستول على طول. طيب عشان اعمل له انستول من اول، اي اي تي انستول اباتشي تاب تاب، فيظهر لك حاجات كتير كده، فاقول له اباتشي 2 وهدوس انستول، هيقعد يحمل ويعمل حبه حاجات كده، ايه، جميله جدا. طيب هعمل انستول بقى للماي اس كيو ال، او قاعده البيانات بتاعتي، تمام، apt install mariadb server -10.5 احدث اصدار، وهيقعد يرن 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 ويعمل ايه، انستول. طيب عظيم جدا. فانا كده عملت انستول للاثنين، بس هما مش شغالين. ليه بقى مش شغالين؟ هقول لك دلوقتي. الحاجات دي او السيرفر ده عباره عن خدمات او سيرفيسز موجوده في السيستم بتاعك، فعلشان تشتغل محتاج حد يعمل لها ران، هي ما بتتعملهاش ران باي ديفولت، يعني هي ما بتعملهاش ران لوحدها كده، ما بتبقاش موجوده فانت محتاج تعمل لها ران، تمام. طيب هتعمل لها ران ازاي؟ عندك طريقتين، اسهل طريقه منهم سيستم سي تي ال ستارت اباتشي 2، ايه ده مش تبعنا ده، اباتشي 2. طيب هو بس ايه واقف بيه، ماشي. طيب خليني اعمل ستوب عشان انا شكلي كنت عامل له رن اصلا.
انا كنت عامل له ستارت، كنت مشغله اصلا، فما كانش ينفع ان انا ارجع اشغله تاني. يعني ستارت اباتشي 2 دوت سيرفيس، نفس الكلام بس ماريا دي بي دوت سيرفيس، واشتغل على طول. اعرف منين انه اشتغل او ادخل عليه ازاي؟ مجرد ان انا افتح متصفح بتاعي عادي، نيو تاب عادي خالص، وهكتب لوكال هوست. هيقول لي اهلا بيك في اباتشي ديبيان، ودي الديفولت بيج بتاعتي، او 127.0.0.1. هيفتح معايا نفس الصفحة على طول، ودي محدش يعرف يشوفها غيرك على جهازك انت بس، غير بحبة اعدادات ممكن تخلي حد تاني يشوفها، بس الاحسن هي على جهازي. تمام. طيب اتأكد ازاي من الداتابيس؟ MySQL-U اليوزر نيم بتاعك، الباسورد. تمام. اليوزر نيم عندي بتاعي انا روت، او اسم الجهاز بتاعي. معلش تاني عشان حطيت داش بس في الاخر. هيطلب مني الباسورد، هقول له الباسورد كذا 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 على طول. خلاص انت عندك هتلاقي مفيش باسورد اصلا، فخش من غير باسورد عادي. طيب عظيم جدا. ده بالنسبه للينكس. عايز اقول لك حاجه بسيطه بس لازم تكون فاهمها ولازم تكون عارفها. بص زي اسمك كده، ان انت ببساطه اللوكال انفايرمنت او الويب سيرفر ده انت محتاجه جامد جدا في ايه؟ محتاجه في ان انت، غير ان انت تترجم اللغه، ما ينفعش ان انت تشتغل على البي اتش بي وترفع وتجرب حظك تشوف الكود يشتغل ولا لا وتبعته للعميل او ما تبعتهوش. ما ينفعش انت تشتغل وترفع على طول، محتاج ان انت تكتب الكود بتاعك وتعمل له رن تشوفه اشتغل ولا لا. اشتغل عظيم جدا، اعمل له تيست اختبره اشوف مثلا ممكن يطلع منه اي خطا ولا لا، لان الابلكيشن بتاعك بيمر بحاجه اسمها ستيجز او مراحل، منها الديفلوبمنت، منها التستنج، المانيوفاكتشر، مش وكلام كتير كده هنتكلم فيه. الكلام ده كله بيتم على جهازك او بينك وبين التيم، بينك وبين بعض، قبل ما يتم رفعه اصلا، وان انتوا تعملوا له تيست او ان انتوا تشوفوا توريه للعميل. فما ينفعش ان انت ترفع تقول انا هشتغل على هوست او على سيرفر بره يعني، وبعد كده ارجع اشتغل. الكلام ده ما بتلجألوش غير في كيسز معينه، لكن انا شغال على الجهاز بتاعي دلوقتي، اقدر ان انا على طول اخش اكتب كود بي اتش بي واقراه. طيب فين اكتب كود بي اتش بي؟ فين في اللينكس؟ بالنسبه لللينكس هتلاقي المسار بتاعه في الروت بتاعك تحت حاجه اسمها فار. تمام. ومن تحت فار هتلاقي www.html وتحط الكود بتاعك هنا. يعني انا لو جيت هنا يا شباب وعملت ملف عادي جدا تكست سميته محمود دوت بي اتش بي، بصوا مش محتاج محرر اكواد، اي محرر نصوص، ايكو هكتب بقى بي اتش بي كود اهو، ايكو هيلو بي اتش بي، وهعمل له سيف. تمام. واصغر الشاشه تاني عشان حجمها بصراحه شنيع. افتحه ازاي بقى؟ هقوم رايح كاتب هنا لوكال هوست او 127.0.0.1 سلاش محمود دوت بي اتش بي. تمام. قال لي السيرفيس از ان از افيلبل، في مشكله عندك او في حاجه حصلت غلط. محمود دوت بي اتش بي تاني. تمام. فقال لي برضو في مشكله او في حاجه غلط، والحاجه الغلط دي ان البي اتش بي 8 لازم تعمل رن لحاجه فيها اسمها الاف بي ام. تمام. اللي احنا شرحناها واتكلمنا عنها ان هي لازم تكون شغاله طبعا في المحاضرات اللي فاتت. فكل اللي هعمله هقول له سيستم برضو سي تي ال، الكلام ده كله على لينكس، الناس بتاعت الويندوز بتتفرج علينا ما تتخضش طبعا. سيستم سي تي ال ستارت بي اتش بي 8 اف بي ام سيرفيس. تمام. مجرد بعمل لها رن كده واجي هنا اجرب تاني محمود دوت بي اتش بي، هيقول لي هيلو دوت بي اتش بي، والكود بقى بتاعنا اشتغل وما فيهوش اي مشكله الحمد لله. لو جيت جربت فتحته بقى من غير الويب سيرفر دايركت على طول كده، اللي هو دوست عليه اتنين كليك، تمام، مش هيفتح لي غير الكود اديتور. طيب لو انا جيت بقى مثلا شديته كده بالعافيه وفتحته على متصفح، مش هيفتح لي حاجه او هيقول لي حمله. فلازم على طول الويب سيرفر بتاعي يكون مفتوح علشان اقدر اشغله. لوكال هوست سلاش محمود دوت بي اتش بي
اشتغل معايا على طول. الناس بتاعت لينكس محترفين قوي، ممكن يحطوا الثلاث اكواد بتوع الماي اس كيو ال والاباتشي والستارت اف بي ام في ملف واحد، ومجرد ما يشغلوا، انا حطيته في ملف اسمه ماي سيرفر وعملته حاجه بالباش سكريبت كده، علشان اول ما ادوس كده يقوم مشغل لي الثلاث اوامر ورا بعض. تمام، ملف واحد يا شباب، مجرد بس ما بيشتغل يعني مجرد ما بيشتغل بيعمل لك رن للايه، للثلاث حاجات. طيب الملف ده مكتوب ازاي؟ الملف ده هتلاقيني حاططه لك في الدوكيومنتيشن تحت، في ثلاث اوامر على طول. مجرد يا شباب ما تعمل الملف ده وتحط شباك علامه تعجب سلاش بن سلاش اس اتش، تمام، وتحط الثلاث اوامر سيستم سي تي ال ستارت اباتشي 2 اند سيستم سي تي ال ستارت بي اتش بي 8 سيرفيس اند سيستم سي تي ال ستارت ماريا دي بي سيرفيس، وتعمل له سيف على طول. طيب بعد ما تعمل له سيف هتحطه في المسار ده يوزر لوكال بن، وسميه بقى ماي سيرفر، سميه حموده، سميه احمد، ده اسم الملف بتاعك، تمام، دوت اس اتش. وبعد كده اقفل التيرمينال وافتحه، مجرد بس ما تكتب ماي سيرفر هيرن معاك كانه برنامج عادي، وضربت الثلاث اوامر بواحده على طول. تمام كده انا رنيته على لينكس وسطبته وظبطته وعملت الدنيا بشكل جميل جدا وهندلته. اشوفكم باذن الله المحاضره الجايه في الويندوز على طول. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.